من الآن فصاعداً لن يكتب تاريخ بيروت في العصور الحديثة من دون الرجوع إلى مذكرات السيتعنبرة، ولن يكتب تاريخ النهضة النسائية في العالم العربي الحديث من دون الاعتماد على هذه المذكرات. هكذا افتتح المؤرخ كمال صليبي كتاباً كتبته عنبر الخالدي عن نمط الحياة السائدة في بيروت وفي لبنان خلال تسعينيات القرن الماضي. فمن هي عنبرة؟ عنب بلدي بودكاست. وصلنا يا عنبرة، هذا هو النادي. لا يمكنني الانتظار حتى أسمعك وأنت تلقين المحاضرة يا جوليا. أنا متحمسة ولكنني متوترة، أعتقد أن عدد الحاضرين كبير. إلى هنا وصل الاستهتار. قيد يا أخي قيد، البنات يذهبن إلى النوادي. وليتك تعلم من هذه الفتاة، إنها ابنة أبو علي سلام، أصبحت تحضر النوادي المختلطة. أي مهزلة تلك؟ ابنة أبو علي سلام، تلك الفتاة التي لم تتجاوز 13 من عمرها، خافت من كلام الرجل، اعتذرت من صديقتها وطلبت من السائق أن يعيدها إلى البيت. كان يمكن أن ينتهي ما حدث هنا، لكن وتيرة الانتقادات ارتفعت. في اليوم التالي حملت إحدى الجرائد عنواناً عريضاً تصدر صفحاتها: البنات في النوادي الليلية. الكثير من المواقف دفعت عنبرة لرفض التعصب، ولم تخض معركتها مع الجهل وحيدة. والدها زعيم قومه وحكيم العائلة هو من شجعها للمضي بنضالها وصراعها مع المجتمع المحافظ الذي منعها والفتيات من أبسط الحقوق. ولدت عنبرة عام 1897 في بيئة محافظة كأغلب البيئات البيروتية. كانت النساء لازلن يختبئن ولا يرغبن بالظهور، فبدأت تتعلم القراءة والكتابة على يد شيخة، وتعلمت القرآن الكريم فحفظته في سن العاشرة. كان الأساتذة هناك يتعاملون مع الطلاب والطالبات بشيء من القسوة، يجلس الطلاب على الحصير ويرددون الأحرف الأبجدية، وبجانب المعلمة أو المعلم مسطرة تضرب بها كف الطالب الذي لا يتابع الدرس معها ويشاغب. لكن عنبرة ذات يوم عوقبت لسبب مختلف. لماذا تأخرت يا محمد؟ أمي مريضة يا شيخ، ذهبت لأحضر لها الدواء. لا أستطيع التصديق، سأسأل أختك عنبرة وهي ستجيبني بالحقيقة. عنبرة، يا عنبرة. نعم نعم يا شيخي، أنا هنا. سأسألك سؤالا وستقولين الحقيقة، اتفقنا؟ طبعا يا شيخ، تفضل اسأل. أخوك الكبير محمد وصل اليوم متأخرا، وعندما سألته عن السبب قال إن والدتكما مريضة وذهب ليحضر لها الدواء، هل هذا صحيح؟ قولنا. نعم هذا صحيح. وأنت أيضا تكذبين، أليس لدى أبي علي السلام من يجلب الدواء لزوجته غير هذا الولد؟ غرباء عن وجهي وليكن هذا درسا لكما. كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي تتعرض فيها عنبرة للتأنيب والضرب. تابعت عنبرة دراستها بعد عدة أشهر في مدرسة للبنات أنشأتها جمعية اسمها جمعية ثمرة الإحسان، وهي المدرسة التي تأسست من قبل بعض وجهاء المسلمين في بيروت، انطلاقاً من قناعاتهم بأن رقي أي بلد يبدأ بتعليم بناته. لكن النساء استهجن انطلاقها وانفتاحها إلى العلم. كانت تسمع التهديدات والكلمات القاسية وهي تمشي في طريقها إلى المدرسة من النساء والرجال على حد سواء، وكان أكثر ما يضايقها هو اعتبارها امرأة وهي في سن العاشرة، بينما كانت طفلة تتمنى أن تقفز وتلعب وتتسلق الأشجار كإخوتها الصبية.
تابعت عنبرة دراستها حتى عام 1914، وكانت مديرة المدرسة جوليا طعمة الرائدة التربوية الصحفية في لبنان. أحبت عنبرة القراءة والمطالعة، فاتفق والدها مع كبار المدرسين ليساعدوها على تنمية هذا الشغف والاستمرار به وبلورته، خاصة بعد قيام الحرب العالمية الأولى وانقطاع عنبرة عن الذهاب إلى المدرسة. كان لمديرتها التي صارت صديقة لها فضل أيضاً من خلال مساعدتها على القراءة، كما كانت عنبرة تسافر في رحلات إلى خارج لبنان، وتزيد هذه الرحلات انفتاحها على العالم بأسره، وتشكل فكرها المتحرر وإيمانها بضرورة تحرير المرأة اللبنانية من الجهل. متخذة من النساء الرائدات كهدى شعراوي وصديقتها جوليا طعمة مثلاً أعلى لها، وبدأت عنبرة تكتب مقالات ورسائل عبر المجلات والصحف وهي ما زالت في 15 من عمرها. بدأت كتابة افتتاحية في جريدة المفيد، وشددت في هذه الافتتاحية على دور المرأة الأساسي في النهضة من خلال التعليم. كان هذا يثير استغرابها، فكانت تقول: كيف ينشرون مقالاتي ورسائلي وأنا ابنة 16 عاماً؟ أتراه شوق المفكرين والقراء لسماع صوت المرأة؟ كان نقص النساء الكاتبات واضحاً في تلك الحقبة الزمنية في لبنان، وعنبرة هي إحدى الكاتبات ممن سددنا ثغرة كبيرة. قبل قيام الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة، بدأت عنبرة تتلقى دعوات لإنشاء جمعية نسائية بعد أن لمع اسمها، وطلب منها أن تكون هذه الجمعية التي تهتم بالتربية ورعاية المتفوقات من قبل بعض المدرسات، فلبت الطلب، وكانت بداية الجمعية التي اسمها يقظة الفتاة العربية على يد عنبرة مع عدة فتيات صغيرات كانت أكبرهن لا تتجاوز 18. لذلك لجأنا إلى سيدة تدعى نجلاء، نجلاء بيهم، هي السيدة التي تعد أكثر نساء بيروت نشاطاً وذات مقام اجتماعي رفيع لترأس الجمعية حتى يقبل ترخيصها، وبهذا تشكلت أول جمعية لفتيات مسلمات في العالم العربي عام 1914. وفي ذلك الوقت بدأت الحرب، فاضطرت للتوقف بسبب هجرة الناس من بيروت، لكنها عام 1917 ساهمت بإنشاء ناد ثقافي اجتماعي للفتيات المسلمات وصارت رئيسة له. استقطب النادي شخصيات متميزة علمياً وأدبياً وثقافياً. تعرفت عنبرة على الصحفي عبد الغني مدير جريدة المفيد التي بدأت من خلالها رحلتها مع الكتابة. أحبته وأحبها، واتفقا على الزواج. حين تمت الخطبة وقعت الحرب، فهاجر خطيبها إلى دمشق. كان عبد الغني مناهضاً للحكم العثماني، التقى بها في دمشق في أحد الأيام وأوضح لها كمية المخاطر التي تحيط به بسبب آرائه المناهضة للحكم، وحثها على أن تصبر مهما حدث، وكانت شجاعة جداً. قادمة قادمة. أريد السيدة عنبرة، خطيبة الصحفي عبد الغني. نعم أنا هي، من أنت؟ أريد منك الهدوء. الخبر الذي أوصيت أن أنقله لك لن يكون من السهل تقبله. تكلمي أسمعك. إنه السيد عبد الغني، فقدناه، لقد فقدناه صباح اليوم. ماذا تقولين؟ أين هو؟ كيف مات؟ لقد كان حريصاً وحذراً. اهدئي سيدتي، لقد مات شهيداً، أعدم صباح اليوم في إحدى الساحات العامة في دمشق بأمر من جمال باشا. لا أصدق، فقدته سريعاً، لم أودعه حتى، لم أتوقع أن يكون رحيله بهذه السرعة.
تلقت خبر مقتل خطيبها بألم. كان من الدفعة الثانية التي أعدمها جمال باشا علناً في أيار عام 1916، صدمة كبيرة عاشتها آنذاك. أزاحتها مظاهر الجوع والفقر في بيروت حيث كانت عنبرة، الأفواه مفتوحة والأطفال جياع. وفي أحد الأيام كانت عنبرة مع أمها في ساحة البرج، وكانت الساحة خالية من الناس تقريبا. اقترب منهما بائع ليشتروا منه الموز، وما إن دفعوا ثمنه وبدأوا بتقشيره حتى تهافت عليهما الأطفال يتعاركون على التقاط قشر الموز. توقفت عنبرة وأمها عن الأكل وقدمت الموز للأطفال. كانت هذه اللحظات قاسية جدا عليهما. دعا جمال باشا سيدات بيروت للاجتماع معه ليوكل إلى بعض السيدات إنشاء الملاجئ والمشاغل للنساء مع تأمين طعامهن. هنا طلب من عنبرة إعداد خطاب لإلقائه في الاجتماع. كان ذلك كالكابوس بالنسبة لها. ماذا عساها أن تفعل؟ كيف تقف أمام قاتل خطيبها وجرحها لم يلتئم بعد؟ هل توجه له عبارات الشكر والمديح على الاضطهاد والظلم؟ لكنها تركت مشاعرها جانباً وفكرت بالمشاريع التي من شأنها إنقاذ الأطفال والنساء. وصلت إلى الاجتماع ودخل جمال باشا. أحست برعشة هزتها. ألقت الكلمة بيدين مرتجفتين ومشاعر الغيظ مكبوتة. تحدثت عن كل ما يعانيه أهل بيروت من أهوال الحياة وسوء التغذية، ثم رد جمال باشا بموافقته على تقديم كل ما تستوجبه مشاريع الملاجئ. وما إن انتهى الاجتماع حتى عادت عنبرة إلى بيتها منهارة القوى ولا ترغب بشيء إلا البكاء. وكأن كل التهنئات التي سمعتها حول نجاح خطابها كالطعنة في صدرها. عام 1925 سافرت عنبرة إلى إنجلترا للانضمام إلى والدها الذي كان هناك، ومكثت لديه عامين. تعلمت خلالها الكثير وتركت تلك الزيارة انطباعاً لا يمحى في ذهنها، خاصة لقاءاتها بالنساء هناك وما عايشته معهن فترة من النضال للتحرر والانضمام إلى القوى العاملة. بعد عودتها إلى لبنان تلقت الدعوات لتخطب في مؤتمرات وندوات، ما لفت الأنظار إلى تألقها الثقافي والاجتماعي. وأعجب بشخصيتها مدير الكلية العربية في القدس، هو المسؤول الأول عن التعليم العربي في فلسطين. ثم عرض عليها الزواج، وبعد فترة تزوجها وأنجبت منه 4 أطفال. رافقته نضاله السياسي والثقافي والنسوي، ودخلت معه إلى القدس عام 1936 وشهدت كل الانتفاضات. وفي فترة وجيزة تغيرت حياتها بوفاة والدها في بيروت، ثم إجبار زوجها على إخلاء الكلية العربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكنها بالرغم من كل هذا أكملت نشاطها الأدبي وترجمت بعض الكتب عن اللغة الإنجليزية، واستدعيت لتلقي المحاضرات الإذاعية في إذاعة فلسطين لتكون أول امرأة تقدم على نشاط كهذا في الإذاعة. كانت تعمل على ترجمة ما يحدث في فلسطين للجان التحقيق البريطانية والدولية، وتساعد الصحفيين والكتاب الأجانب الذين صاروا يتوافدون إلى منزلها في القدس لتتحدث معهم بما يحدث هناك خلال الانتفاضات الشعبية الوطنية في فلسطين. زوج عنبرة فارقها، وكانت ضربة أخرى موجعة. توفي رفيق دربها واشتد الألم، واشتدت الظلمة التي أحاطت بها. هل أعيش لأعود فأرفع رأسي بفخر أمام العالم، متباهية بأن بلدي هو بلد الرقي والمحبة والسلام، وأرى فلسطين العزيزة تعود لأهلها ويعودون إليها
ينعمون بظلالها وتتحقق الأحلام المشتتة. كتبت عنبرة هذا في ختام كتابها، ثم ماتت عام 1986. لم ترى شيئا مما تمنته، ولم تكن لتراه حتى لو رزقت عمرا إلى يومنا هذا. رحم الله عنبرة سلام الخالدي الكاتبة اللبنانية. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي. أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي. نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود.